بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويقول أيضا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من منطلق هذه الآيات البينات أخص برسالة هذه أهل السنة في لبنان، وأرجو أن يسمعها كل حر وشريف من داخل لبنان وخارجه. أنا مسلم سني لبناني، بلدي لبنان، أعتز بذلك وأريد العيش مع جميع الطوائف بسلام، ولكن ليس على قاعدة غالب ومغلوب، ولا نرضى بالاعتداء علينا وإهانة كرامتنا من أي جهة أتت، ونرفض الظلم والظالمين ولو كان الظالم من أهل السنة والجماعة، فنحن مع المظلوم بغض النظر عن دينه ولونه. ومن باب أولى أن نرفض الظلم الذي يقع علينا من سنين عديدة، والكل يدرك ذلك. وأنا هنا أحيل كل من لا يصدق هذا الكلام إلى كلام الدكتور جعجع يوم اتهمه نصر اللات بأن جعجع يغذي الفتنة السنية الشيعية، فطل جعجع بإطلالة إعلامية موثقا بعض الاعتداءات على أهل السنة والجماعة. والاعتداءات المتكررة علينا تأتي من جهات عديدة، لا سيما علينا المتدينين السنة، من جهات طائفية مذهبية حاقدة، أو من بعض المنافقين، أو من بعض عباد الكرسي والمناصب والمال والشهرة والهوى. وهنا أدعو الجميع إلى عبادة الله الواحد على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدعو الجميع لترك عبادة الأشخاص وإن على شأنهم كالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأدعو لترك عبادة المال والكرسي والشهرة والهوى، فمن قبل هذه الدعوة فهي حظه في الدنيا والآخرة، ومن ردها علينا فما علينا إلا البلاغ. أيها الإخوة والأخوات، نحن نعيش في زمن صعب الذي أخبر عنه حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال: يصبح فيه المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذلك أوصي نفسي وإياكم بمزيد من التمسك بالكتاب والسنة باعتزاز لا بانهزام، فإيانا من الانهزام أمام دعوات الباطل التي تريد أن تنال من الكتاب والسنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال، وهو الصادق المصدوق: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمهما حاولوا لمحاربة ديننا بمسميات عديدة ما أنزل الله بها من سلطان، تارة أصولية أو إرهاب، تكفيريين، رجعيين، تطرف، علينا أن نثبت على الحق وأن نتمسك بالحق، فالدنيا إلى زوال، إنك ميت وإنهم ميتون.
لا يعني أبدا أيها الأحبة في الله أننا لا نخطئ، وأنه ليس هناك أخطاء عند المسلمين السنة تحديدا، ولكن من يدعي العصمة، من يستطيع أن يشير بأصبعه إلى فئة أو طائفة أو مذهب بأنهم معصومون. لذلك أيها الأحبة في الله، من أساليب الباطل للصد عن سبيل الله، وهذا أسلوب قديم جديد، هو الاتهامات والإشاعات، كما قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقول لكم وبكل صراحة، لقد تقاطعت مصالح أغلب الفئات والأطراف في لبنان على عداوتنا رغم اختلافهم فيما بينهم، والجميع يتعامل معنا على أساس أننا الحلقة الأضعف، وعلى أساس أنه نحن الحيط الواطي في لبنان. فاعتداءات نصر الله تبري علينا في لبنان أكثر مما تحصى، ولا تحتاج إلى أدلة، في كل المجالات، في المؤسسات وفي المراكز وعلى شبابنا وعلى مساجدنا، ووصل شرهم إلى إخواننا في سوريا وفي كل المنطقة. وليس كما يزعم نصر الله بأنه في مين عم بيجعل من إيران والشيعة عدو بدل الصهاينة، إنما هي إيران بسياسة ولاية الفقيه الحاقد المجرم علينا تعاونت مع الشيطان الأكبر كما تقولون في أفغانستان لذبحنا، وفي العراق، وكذلك أعطتكم ضوءا أخضر في لبنان لتحتلوا لبنان من خلال سلاحكم، ومؤخرا سقط القناع في سوريا. إيران من نصبت نفسها عدوا للمنطقة، وقد فضحها الله عز وجل بفضله ومنه. وعندما أدركت ذلك يا نصر الله، لجأت إلى طائفتك لشد العصب، فناديت وقلت: نحن شيعة علي بن أبي طالب الاثنى عشرية إلى آخره، ما عاد لك ملجأ إلا طائفتك. عندما سقط القناع في المنطقة بفضل الله تبارك وتعالى، فكفى متاجرة بفلسطين، ففلسطين تلعنكم كما لعنتكم القصير وكما لعنتكم حمص خالد بن الوليد. كنت دائما أسأل نفسي ويسألني بعض الإخوة: يا شيخ أحمد، أنت دائما بتقول بدنا نعيش مع الجميع بسلام، وهم يقتلون شبابنا ويذبحوننا في 7 أيار ويعتدون على كرامة علمائنا ويفعلون ويفعلون، ومؤخرا دخلوا إلى سوريا بحقد مذهبي واضح لقتلنا وذبح أهلنا واغتصاب نسائنا، كيف سنعيش معهم؟ كنت أقول فيما بيني وبين نفسي ولإخواني: ربما سيعون ولو بعد حين خطورة ما يفعلون، ربما يكتشفون كم من الأطراف اللبنانية وكم من الشعب اللبناني بدأ يبغضهم لأفعالهم ولإجرامهم فيتوبون ويصلحون. أما الآن فأنا على يقين راسخ بأننا لا نستطيع أن نعيش معهم أبدا قبل أن يحاسبوا ويعاقبوا. ليسمع الجميع جيدا، لا بد من معاقبتهم ومحاسبتهم كي نستطيع أن نعيش معهم بسلام، والله قادر على أن يهيئ الظروف لمحاسبتهم ومعاقبتهم ولو بعد حين. أيها الإخوة والأخوات، انظروا إلى ميشال عون ومن معه كيف يستعمل التحريض الأعمى ضد أهل السنة في كل المجالات، وكيف يكيل معنا بمكيالين، وكيف يستخدم إعلامه الحاقد ليلا نهارا، ليس عنده قضية إلا التحريض على أهل السنة. كل ذلك لأن شهوته للكرسي كان المانع منها سعد الحريري. راجعوا تحريضه على الثورة السورية،
ووقوفه مع الجزار ضد الضحية حتى الساعة، كيف يبرر لنصر اللات وإجرامه والمجرمين معه الذين دخلوا إلى سوريا ليذبحوا أهلها، لا سيما في القصير وحمص خالد بن الوليد؟ حتى الساعة يبرر له. وهنا أقول، عندما تدخل النار وتصل النار إلى الشارع المسيحي، يجب على الشارع المسيحي أن يحاسب ميشيل عون على هذه المواقف وكل من هو على شاكلة ميشيل عون. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، ليش نزل روكز صهروا لميشيل عون تاني يوم معركة عبرة على مسجد بلال، يسرق الأضواء الإعلامية طمعا بالوصول إلى قيادة الجيش؟ الكل يتعامل معنا على أساس أننا الحيط الأوطى. دققوا أيها الإخوة والأخوات بكلام ميشيل عون بعيد معركة عبرة، عندما أطل على الناس غضبانا. لما؟ لأن بعض النواب يريدون أن يسألوا قيادة الجيش عن مشاركة حزب اللات في المعركة. فطلع شو يقول؟ يقول الجيش لا يحاسب ولا يسأل، أحد الجنود ضرب أحد الأشخاص كفين، بدكن تعملوا منها قضية؟ نادر البيومي اللي دخل على قدميه فضرب وعذب حتى الموت كفين. وليعلم الجميع خينا نادر كيف قتل، أحد الجنود من السنة اللي كان مطلع على أحوال تعذيب خينا نادر في السجن، كان يقال له سب أبو بكر وعمر وعائشة، فكان نادر رحمه الله يقول أبو بكر وعمر وعائشة تاج راسي. يقال له سب أحمد الأسير، فكان يقول الشيخ أحمد الأسير تاج راسي، فعذبوه حتى قتلوه. الدعس على رقابنا وعلى لحانا كفين، تعذيبنا وشتمنا والتحقيق معنا مذهبيا كفين، سرق بيوتنا ونهب بيوتنا ومصالحنا كفين. جعل الجيش إلها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بينما نفس الجيش لما قتل منه الطيار سامر حنا على يد شبيح من شبيحة نصر اللات، طلع عون ويقول مين اللي أعطى قرار يرسل هذا الطيار إلى تلك المنطقة؟ ليه؟ لأن القاتل من الطائف الشيعي. يتبجحون بحقوق الإنسان، ولكن عندما تهان حقوقنا تتوقف قضية حقوق الإنسان. يتبجحون بالرأي والرأي الآخر وقبول الآخر، ولكن عندما يصلون إلينا تتوقف هذه المبادئ. كلام جنبلاط الأخير وجعجع لم أتطرق لهما لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك تبرعوا بشتمي. أحدهما يقول عني مرض والآخر شتم آخر، كل ذلك لأنهم يجدون أننا مادة دسمة للتزلف والتملق والمداهنة هنا وهناك. على كل الأحوال أنا أضع كلامهم وشتمهم لي في رسم جمهورهم، لأنني على يقين بأن كثيرا من جمهورهم لا يوافقون على هذه المعاملة. بعيد معركة عبرة نزل بعض المطارن ممثلين البطرق إلى صيدا وجالوا على بعض فعاليات صيدا. في خطابهم ركزوا على مسألة، نحن نستغرب لوجود التطرف أو ظاهرة التطرف في مدينة صيدا، فغمزوا مني وشتموني في مدينة التي أحل، والجميع يعلم مواقفي تجاه الطائفة المسيحية وجيران المسيحيين، وماذا قلت في وسط بيروت، وماذا قلت بحق المسيحيين، ومارست ذلك عمليا. وبعيد الانفجار المشؤوم في الأشرفية، كيف نزلت إلى الأشرفية وعدت أهلها والمرضى والجرحى، ورفضت بيع بيتي لأحد إلا لمسيحي في منطقة الشواليق، نزولا عند رغبتهم. ولكن للحق أن أسأل، هل الوقوف مع بشار الجزار منذ بداية الثورة عندما كانت حتى سلمية، وكان يقابلهم الجزار بشار بالرصاص والقتل والتعذيب، هل الوقوف وتبرير إجرام بشار الأسد اعتدال؟ هل إقامة جولات في العالم
من أجل الضغط على القرار الدولي بأن لا تساند الثورة الشعبية المحقة خوفا على مصالح المسيحيين الظنية. هذا اعتدال ولا تطرف؟ هل استقبال المجرمين الذين قتلونا في 7 أيار وذبحوا أهلنا في القصير، استقبالهم في الصرح البطركي، استقبال الأبطال اعتدال؟ ولقاءات وتشاور معهم، هذا اعتدال؟ وعلى كل الأحوال أضع هذا الكلام كذلك برسم الجمهور المسيحي. أما بالنسبة لسعد الحريري وتيار المستقبل، وهنا أرجو منكم أن تصغوا جيدا لكلامي، بعيدا عن الهوى وبعيدا عن الحمية وبعيدا عن الجهل. الكل أدرك اليوم أنه ليس هناك دولة تدعم الأسير، ولا تيار ولا حزب ديني أو سياسي داخلي أم خارجي، لا بمال ولا بإعلام. رفضت تخوين المستقبل وحاربت بالسيفين من أجل ذلك، لأنني شعرت بأن التخوين للمستقبل وهم يمثلون شريحة كبيرة من أهل السنة، هذا التخوين بحد ذاته هو إهانة واعتداء على سنيتنا وعلى الطائفة السنية. والكل يعلم أن لا علاقة لي بتيار المستقبل، لا من قريب ولا من بعيد، ووقفت في وجه المجرمين في 7 أيار وفي 9 أيار، وعرضت نفسي وأخواني للمخاطر الشديدة وقلت قول الحق. وهنا أسأل سعد الحريري وبعض قيادات المستقبل التي لم تتوانى قيد أنملة عن محاربتي وتشويه صورتي وتشويه دعوتي وتشويه حراكي، بالله عليكم ماذا صنعت لكم؟ وما الأذى الذي صدر مني تجاهكم حتى حاربتموني هذه المحاربة؟ منذ أن نزلنا إلى وسط بيروت لنصرة إخواننا المذبوحين بدأ سعد الحريري ومن معه متطرف، وهذا الحراك لا يخدم، متطرف، وهو أول من سن هذه السنة السيئة. وما حصل معنا في عبرة هو نتيجة طبيعية للحرب الشعواء التي شنها تيار المستقبل علينا منذ فترة بعيدة. لماذا هذه الحرب الضروس على أحمد الأسير؟ تارة بالتشويه الإعلامي، وتارة بالضغط على وسائل الإعلام للتعتيم الإعلامي وعلى بعض الإعلاميين، وتارة بالاتصالات على كل منطقة أزورها، اتصالات برئيس بلدية سعد نايل لمنعي من الاعتصام المرخص في سعد نايل نصرة للشعب السوري ونصرة لنا في لبنان، وتارة بالاتصال ببعض المفتين من قبل بهي الحريري، نحن بدنا نحاصر أحمد الأسير، نحن ما بدنا نخليه يتمدد أحمد الأسير، وتارة في المنيا بالمشايخ وبالمخاتير وبرئيس بلدية من هنا وهناك، وتارة بالضغط على الأوقاف حتى لمنعنا من الدعوة التي أسسناها منذ عام 88، وبإخراجنا من المساجد التي كانت تشرع أبوابها دائما لنا ولدعوتنا. أنت تقول يا سعد بآخر خطاب لإلك: نحن لا ننصب العداء لحزب الله ولا لأي طرف لبناني. أنا بصدقك بدليل دخولك للضاحية لإيجاد مخرج للمجرمين بقتل رفيق الحريري، وذهابك لبشار للاعتذار منه، وذهابك للدوحة لاتفاق مذل بحق أهل بيروت و7 أيار، وكذلك بمناسبة 7 أيار بتقول أنا ما بتهم حزب بمقتل رفيق الحريري. تمد يدك دائما لكل الأطراف إلا للمتدينين السنة، فيدك بيد من حديد، بدليل كلامك الأخير إنه رفيق الحريري وقف مع الجيش ضد الإرهابيين والمجرمين في الظنية. بضع شباب ضيق عليهم من قبل النظام السوري المجرم ففروا بدينهم، بغض النظر عن التفاصيل، بتصير هذه القضية معرض افتخار عندك؟ وتقول في خطابك الأخير: أما في صيدا وفي عبرة نحن مع الجيش ضد المشروع المجرم الجبان،
سأضع هذا الكلام برسم أهل صيدا جميعا وبرسم أهل عبرة خاصة، الذين أدركوا من الذي افترى ومن الذي خطط وكيف أديرت المعركة وكيف كانت قرارا دبر بليل لإزالة أحمد الأسير. وأنا على علم مسبق بأنك كنت ممن وافق على هذه الضربة، وعندك علم قبل أيام بهذه القضية وربما قبل أسابيع، وجاءت بضوء أخضر منك. وكذلك اتصلت بهي الحريري بالمفتي سوسان قبل أيام من الضربة وقالت له بس يصير في معركة ما تتدخل، اتركن يذبحوا لأحمد الأسير. وهذا الكلام موثق ومن داخل بيت المفتي سوسان حتى لو بده ينكره. من أول يوم المعركة الأحد بتقول لقائد الجيش اضرب بيد من حديد، مع أنه بديهيات الأمور أن يتريث الإنسان كي يتحقق من المعتدي ومن المعتدى عليه، وهل الجيش إله من دون الله؟ أنت بتمك قلت بأنه لما كان رفيق الحرير عم بيسعى لدعم الجيش كان الآخرون عم بيسعوا لتشكيل الألوية على الطوائف، يعني تحديدا على الطائف الشيعية، ومع هذا قلت لقائد الجيش اضرب بيد من حديد. وباليوم التالي يوم التنين لسه ما وقف القصف علينا، اطلعت الطالب بالتمديد لقائد الجيش هدية لما فعل. بالله عليك كيف ستلقى الله غدا في اثنين من صيدا قتلا اسم احمد الحريري، احدهما صفوت الصفية على الحاجز ما كان حامل سلاح، وهذا الامر موثق، واعتقلوا معه شاب اسمه محمد الحريري كل ذنبه انه كان مسعف يتموا اطفالنا ورملوا نسائنا وسرقوا اموالنا ودمروا بيوتنا واخرجونا من مسجدنا الذي نحبه، فعلوا افعال جنسية بلباس نساء اهل المنطقة. على كل الاحوال لا اقول لك الا وافوض امري الى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ستتذرع وتقول نحن من دعاة الدولة ونحن ضد اي سلاح، كفى كذب وكفى دجل. من الذي شرع هذا السلاح ببيانات وزارية مرارا وتكرارا؟ الجيش والشعب والمقاومة. من؟ انصحك ان لا تعميك الزعامة وحب الكرسي عن الحق الذي ينجيك في الدنيا والآخرة. أغلب الطائف السنية وقفت معك لما شعرت بأن كرامتها أهينت بمقتل رفيق الحريري، وليس حبا فيك. أهل عرسال والضنية وادي خالد والمنية وطرابلس وبيروت وحتى شبعة والعرقوب والإقليم والبقاع وكل المناطق زحفوا بالآلاف لأنهم شعروا كطائفة سنية قد أهينوا، وهذا الذي لم تدركه ولم تحفظه. وحتى لو انه في البعض منهم حتى الساعة بينخدعوا بخطابك قبيل الانتخابات اللي بتدغدغ مشاعرهم فيه، صوتوا ضد القتلة او مثل نوابك بصيدا اللي بيرفعوا شعار صيدا لأهله، ولكن كرمنا به بر ونصر الله مستعدين يجتمعوا بالبلدية مع ارذل الناس اسامة سعد وماهر حمود وامثال هؤلاء الشبيحة فقط من أجل أن يقفوا في وجه أحمد الأسير. وأما بالنسبة للتقسيم اللي مركز أنت عليه وكل من يريد الصد عن سبيل الله تطرف واعتدال، أنا بوافقك، هناك تطرف نعم، أي بمعنى التشدد والغلو، ولكن لا أوافق بأن هناك تطرف واعتدال، إنما هناك تطرف وتمسك بالكتاب والسنة. والقسم الثالث هو الاعتزال السني وليس الاعتدال السني، او الانهزام السني وليس الاعتدال السني، التخلي والتبرؤ من السنة ومن عقيدة السنة ومن التمسك بالكتاب والسنة. فالحق في الوسط وهو التمسك الذي اخبرنا به ربنا عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا ادعو كل العلماء والمشايخ لتعميم هذا التقسيم وهذه المصطلحات، لأنهم يحاربون الكتاب والسنة بمثل هذه المصطلحات المزيفة. إذن تطرف وتمسك
واعتزال سني وليس اعتدالا. أيها الإخوة والأخوات، أما بالنسبة للجيش اللبناني، من الطبيعي جدا أيها الإخوة والأخوات أن نسمع من كل الأطراف تمجيدا وتعظيما وتهليلا وتبجيلا للجيش اللبناني. البعض لا يدرك كيف تدار هذه المؤسسة، والبعض مستفيد، والبعض الآخر لا يقع عليه الظلم، إنما يقع الظلم علينا نحن فحسب. كنا نتمنى أن يكون هذا الجيش جيشا لكل اللبنانيين، وطالبنا بذلك، واعتصمنا 35 يوم مطالب بحل سريع وجدي لمسألة السلاح خارج الدولة، ولكن لا في دراسة استراتيجية دفاعية ولا في معالجة جدية للهيمنة على لبنان وبشكل خاص على المؤسسة العسكرية. قسما بالله العظيم كانت الدبابات الجيش اللبناني تقصفنا على بعد 20 متر، والدمار أكبر شاهد. فنعم، الجيش الذي يقتلنا ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش الذي يرضى بأن يأتمر بأوامر نصر اللات وبره، واسألوا إن شئتم شو بيعمل نور الدين صهر لنبيه بره بالجيش اللبناني وبمؤسسة الجيش اللبناني على مستوى الجنوب، كل الجنوب. الجيش الذي يؤتمر بأوامر نصر اللات وبره ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش الذي لا يرضى بوقف القصف لإخراج حتى المدنيين ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش الذي يحقق مع شباب الإسلام في أقبية المخابرات تحقيق مذهبي، مين اللي قتل حسن والحسين؟ المحقق المذهبي اللي بيقول للشاب المسلم السني بأنه شعرات العورة عند الشيعة أشرف من لحاكم ومن لحى علمائكم. والجيش الذي يطلق الرصاص الحي على المعتصمين السلميين في مجد العنجر وسعد نايل والمرج ليس جيشا لكل اللبنانيين. والجيش اللي بيوقف إلى جانب المجرمين في 7 و9 أيار، بيحمي المجرمين وبيترك الناس تنذبح في 7 أيار، ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيصفي مشايخنا على الحواجز مثل الشيخ عبد الواحد رحمه الله، ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيرضى انه ينفذ عملية اغتيال للشباب الذين يساندون الثورة السورية مثل خالد حميد، ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيقوم بعمليات تسهيل لدخول المجرمين لقتال اهلنا في القصير، وبنفس الوقت يسير دوريات واقتحامات من أجل أنه يشد الشباب اللي عم بيساندوا الثورة السورية ويعاقبهم تحت قانون الإرهاب وتنظيمات إرهابية ويعذبهم، هذا ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيسرق بيوت عبرة وبيتي بشكل خاص والمكتب الإعلامي بما فيه من معدات تقدر بمئات آلاف الدولارات اتجمعت من مال الناس كصدقة جارية لأعمال المسجد وإعداد فضائية، هذا ليس جيشا لكل اللبنانيين. وإذا بده ينقال مش الجيش اللي سرق، فإذا اللي سرقوا بإشراف الجيش والجيش سكت وداهن، فإذا هذا الجيش ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيطوق مسجدنا بثمان حواجز وبيحاول يضيق ويهين ويذل رواد المسجد ليس جيشا لكل اللبنانيين. الجيش اللي بيتدخل حتى بوسائل الإعلام، بيمنع وسائل الإعلام توصل لعنا لتوصل كلمتنا وتصور ما يحدث وتقوم بمهماتها، ليس جيشا لكل اللبنانيين. هذا هو الحق اللي بيعرفه كل السياسيين في لبنان، ولكن أسهل عندهم أنهم يسكتوا عن الظلم من أنهم يطالبوا بوقف الهيمنة على المؤسسة العسكرية من قبل حزب الله ونبيه بري. على كل الأحوال، اللي حصل في جلسة لجنة الدفاع أكبر برهان ويلخص المشهد لهذه المؤسسة الآن. كيف حالها؟ في وزير دفاع مختص، هو سلطة سياسية، وهناك ضباط جيش موجودين في الجلسة، ونواب بدهم يسألوا وبدهم يعرفوا عن مشاركة حزب الله في المعركة في عبرة. مين اللي كان عم بدير الجلسة؟ وزير الدفاع ولا نواف الموسوي؟ ليش هربوا من الجلسة الثانية؟ لأنه كل الفيديوهات وكل التصوير وكل الشهادات تثبت مشاركة حزب الله وحركة أمل كذلك، يعني ليس حادثا على حاجز، إنما هو قرار مسبق ومنسق، وأول من أطلق النار الجيش.
بعكس ما حاولت قناة الحقد الجديد بالمنتج اللي حاولت تعملها لتبين انه نحن من اعتدينا على الجيش، فبترت الجزء الاول من كاميرا عودة. اقول لكم شوهوا ما شئتم، اقتلوا، عذبوا، اسرقوا، لن تلغوا دعوتنا باذن الله تبارك وتعالى، وسينتقم الله منكم جميعا ايها الكذابون الحاقدون. لذلك ادعو نفسي واخواني من اهل السنة ان نجاهد في الله حق جهاده، فالله تبارك وتعالى قد قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعلينا أن نعلم جميعا بأن كرامتنا لا تهدى ولا تعطى، إنما تكتسب. لذلك جهزوا أنفسكم بعد العيد كي نتحرك من أجل استعادة الكرامة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. وخاصة أحبابي في صيدا، إنتم اللي لمستوا لمس اليد ماذا حصل معنا. لذلك لابد أن نسعى للتغيير وأن نسعى لإغلاق هذا الملف، ملف أحداث عبرة وإطلاق جميع المعتقلين. لذلك أنا أطلب منكم اعتصامات سلمية بعد كل صلاة جمعة. فمثلا الجمعة الأولى تكون على دوار الكرامة، منصلي الجمعة في مسجد الحريري، لا نتناقش مع الشيخ إذا خالفنا الرأي، لا نقيم أي عمل داخل المسجد، فقط صلاة الجمعة. وبعد صلاة الجمعة بنطلع على دوار الكرامة، نساء، رجالا، شيوخا، شبابا، لا سيما أهل المعتقلين وأهل الشهداء. وكونوا على يقين يا أهل المعتقلين إنه ما بحق جلدك إلا ضفرك، ما توقعوا بفخ السياسيين ومماطلات السياسيين، انزلوا بعزيمة وتوكل على الله وارفعوا الشعارات التي تطالب بإغلاق هذا الملف. ثم نعلن من هذا الاعتصام مثلا الجمعة القادمة سيكون الاعتصام بعد صلاة الجمعة في مسجد الروضة، ونقف عند دوار اليسئلية. الجمعة اللي بعدها في مسجد البزري، ونقف عند الأوتوستراد الشرقي. الجمعة اللي بعدها في مسجد الزعتري، ونقف بعدها في الشوارع المحيطة في مسجد الزعتري. ثم الجمعة اللي بعدها مسجد الصديق، ونقف في الشارع العمومي. ثم الجمعة اللي بعدها في مسجد بلال. وهكذا ندور على هذه المساجد، ومن كل اعتصام نعلن عن اعتصام جديد. وأوصيكم بأن تثبتوا على ذلك، ما تملوا ولا تكلوا، كما ينبغي أن لا ننسى إخواننا في سائر المناطق. طبعا أنا ما بعرف ظروفهم، ولكن أتمنى أن يتحركوا وأن يساندوا إخوانهم في صيدا في الطريق الجديد وفي كل مكان، لا سيما بأن أحداث عبرة ليست مع أحمد الأسير كشخص، إنما مع القضية التي حملها أحمد الأسير. وأنصح نفسي وإياكم بأن نرغب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، ونتحرى أوقات الإجابة، وندعو الله تبارك وتعالى بأن يفرج عنا وعن إخواننا في كل مكان، وأن ينتقم من الظالمين الذين ظلمونا في كل مكان. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.